السلام عليكم ورحمة الله. معكم عبد اللطيف من قناة زومهان تي في. قبل ما نتعرفوا على الفيديو، قبل ما نتعرفوا على المنتوج ديال اليوم، على العرض ديال اليوم ديال الشركة ديال اوريفلام، ندعوكم للاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بالجديد. اختاروا منتوجكم المفضل بتخفيض 90%. كاين هذا العرض ديال الشركة ديال اوريفلام كما كنشوفوا هنايا من 1 إلى 30 يونيو 2018، يعني شهر كامل، شهر كامل ديال شهر 6. هذا لأول مرة أو ثاني كيدار هذا العرض، برو سميتو بروغرام فيب. يعني بزاف ديال الناس ما فاهمينش هذا العرض، يعني بغيت اليوم إن شاء الله نشرحه لكم ونديروا عليه واحد العرض، يعني قالوا لك نديروا عليه واحد الفيديو. اختاروا منتجكم المفضل بتخفيض 90%. يعني قوم، شنو هو الشروط؟ قوم بتقديم طلبيه من 125 نقطه خلال شهر يونيو واحصل على اي منتوج من اختياركم في الكتالوج 6 بتخفيض 90%. يعني اي منتوج، اي كيما كنشوفوا في الصوره، اي منتوج في الكتالوج ديال شهر 6 غادي تاخذوا بناقص 90%. يعني مثلا كيدير 100 درهم تاخذوا ب 10 دراهم، المنتوج كامل كيدير 100 درهم وغادي تاخذ نتا 10 دراهم. مثلا داير 130 درهم تاخذ تقريبا ب 16 درهم ولا 15 درهم. داير 200 درهم تاخذ مثلا ب 22 درهم ولا 23 درهم، يعني ناقص 90%. ولكن اشنو هما الشروط اللي ما فاهمينش الناس؟ مثلا كيمشي شي واحد كيلقى واحد البرودوي ديال داير مثلا في الكتالوج، داير في الكتالوج 300 درهم مثلا ولا 310 درهم. دوك الروايح اللي كيكونوا في الجنب دايرين 300 درهم ولا 310 درهم ولا 320 درهم في الكتالوج، قال لك راه بغيت هادي. اشنو هما الشروط باش تستفد من هذا الشروط ديال هذا العرض؟ شنو هما؟ قال لك العرض ينطبق على الثمن الاساسي للمنتوج المعلن عليه في الكتالوج. في الكتالوج، يعني اشنو هو العرض؟ يستفز منه الثمن، هذا العرض متخصص للثمن اللي مكتوب بالاحمر، يعني الثمن الاصلي اللي كاين في المنتوج اللي كاين في الكتالوج. الثمن حيت بعض المرات كنلقاو واحد الثمن بالكحل وواحد كنلقاوه بالاحمر، يعني هذاك الاحمر، الثمن ديال اللي مكتوب بالاحمر هو اللي معني بهذا العرض. ماشي تمشي تجيبه من ديال 300 درهم ولا 400 درهم، هادوك لا يكون بالكحل، ولكن واخا يكون بالاحمر يكون 300 درهم ولا 400 درهم ولا حتى 500 درهم ماشي مشكل، غتستافد منه، ولكن بشرط يكون بالاحمر، يعني يكون الثمن الاصلي. عرض صالح لكل المستشارين بما فيهم المستشارين الجدد، حتى الناس اللي تسجلوا في هذا الشهر حتى هما عندهم الحق يستافدوا منه. العرض، ركزوا معايا، العرض لا يشمل مجموعات العناية بالبشرة او المنتوجات المكونة لها والنس والاكسسوارات. يعني بالنسبة للمنتوجات، المنتوجات ديال العناية بالبشرة، هذيك لاكام اللي كتكون ب 700 درهم ولا 500 درهم ولا 900 درهم، المهم المجموعات كاملين ديال العناية بالبشرة بحال اوبتيمالز، بحال هذوك المجموعات ما داخلينش هما في العرض. يعني شي واحد كيشوف داك الثمن يقول راه انا ناخذ هذه المجموعه، يعني لا، هذوك المجموعات مثلا، هذوك المجموعات هما ما داخلينش في هذا العرض. واخا ديريهم يعني ما غاديش يخرجوا لك، ما يخرج لك حتى حاجه. مثلا بحال المجموعات ديال نوفاج، بحال اوبتيمالز، بحال هذاك مان ديال الرجال اللي خارجه جديده، بحال نوفاج خضراء، بحال نوفاج بيضاء، هذوك ما داخلينش في العرض. هادوك ما داخلينش في العرض، ما غاديش تستافد منهم. الشرط الاخر هو داك ويلنيس ولا الاكسسوارات بحال الضادر، بحال السكه، بحال داكشي، حتى هما ما داخلينش في هذا العرض. ويلنيس حتى هو المشروع ديال ويلنيس حتى هو ما داخلش في هذا العرض. الشرط الاخر قال لك يمكن جمع النقاط في عده طلبيات، يعني هو خد دوز دابا 10 نقاط ومن بعد دوز 20 نقطه، من بعد دوز 100 نقطه، يمكن لك تستافد من واخا وحتى الاخر توصلي 125، واخا توصلي لها مفرقه، ماشي بالضروره ديريها 125 مره واحده، واخا توصلي لها مفرقه غادي يفوتش عليها الشهر 6. لا يمكن الغاء طلبيه او الطلبيات المؤهله للعرض ويجب دفع ثمنها. يعني الا درتي بحال، الا مثلا دوزتي لا كوموند
ودرتي واحد المنتوج اللي بغيتي تستافد منه يعني ديال 90%، بغيتي تستافد منه ديال التخفيض ديال ناقص 90%، ما يمكنش ليك تلغي ديك، ما يمكنش ليك تلغي ديك لا كوموند، ديك الطلبيه ما يمكنش ليك تانيوليها، يعني درتيها خاصك تاخذها، يعني اوبليجي درتي واحد لا كوموند راه خاصك تاخذيها، يعني حيت هما ماشي كيتفلو، راه دايرين داك العرض. انت مثلا درتي داك مثلا درتي واحد الريحه مثلا دايره 150 درهم ولا 170 درهم وخويتي لهم، هذيك راه خرجت من السوق، يعني كاين واحد اخر اللي باغيها بالمعقول، انت غادرتيها وبغيتي تخليها طب اني ولا ما بغيتيش تاخذها، يعني بغيت تاخذها خذها، ما بغيتيهاش خليها للناس اخرين اللي باغيين ياخذوها. والشرط الشرط الاخر منتوج واحد لكل مستشار، يعني مثلا واخا دير في قودك مثلا 250 نقطه، يعني 125 على 125، ما يمكنش ليك تاخذها، يعني منتوج واحد في كل كود، يعني مستشار كل كود غتاخذ منها وحده، غتاخذ منها منتوج واحد، يعني تختار منتوج واحد في كل كود. والشرط الاخير هو اوريفلام تمنحه نصف عدد النقاط بما يخص الاكسسوارات على اختيار صالح لغايه توفر المخزون. يعني هذا يعني هذا العرض صالح الى غايه نفاد المخزون، يعني تيسالي لهم ستوك، يعني كاين مثلا شي برودويات كيكون مثلا كما كنلاحظوا دابا في الكوموند اللي كندوزو الناس كيدوزو بزاف الروايح، يعني الريحه ديالها 120 درهم ولا 180 درهم ولا 200 درهم راه مزيانه باش تاخذها بناقص 90%، يعني كتاخذها بداك ديك 20 درهم ولا 16 درهم ولا 30 درهم، واخا تكون ديها غاليه كتاخذ الا كان ديك 50 درهم ولا 220 درهم ولا كتاخذ لك 32 درهم ولا 31 درهم. يعني كاينين الناس مبازين على بزاف، كلشي كياخذ من نفس المنتوج، يعني اذا سال هذاك المنتوج يعني راح تختار من منتوج اخر من 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 ريحه اخرى ولا من شي منتوج اخر. هذا كل شيء في الفيديو ديال اليوم. بغيت نشرح لكم هذا العرض حيت جديد وبزاف ديال الناس ما فاهمينوش كما قلت لكم. ما تنساوناش الدعم ديالكم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا دائما بالجديد. واللي بغى يتسجل معنا مرحبا به، تواصل معنا على النمره ديال الواتساب قدام على الشاشه، نخلي لكم الرابط ديال التسجيل المباشر اسفل الفيديو، نخلي لكم الرابط ديال الصفحه ديالنا على الفيسبوك، ونخلي لكم النمره ديال الواتساب اللي بغى يتواصل معنا مرحبا به، غادي نوصل له الكتالوج ان شاء الله في المكان في المغرب. والسلام عليكم ورحمه الله.